يقول: أنا في بداية طلبي للعلم، فما هي نصيحتكم لي؟ وما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها؟ زادك الله رغبة في طلب العلم والخير، ولكن طلب العلم لا بد أن يكون على عالم، لا بد أن يكون على عالم تطلب العلم على يديه، إما في الحلق في المساجد، وإما في الدراسة النظامية في المدارس والمعاهد والكليات، لا بد أن يكون طلب العلم على معلم حاذق متقن للعلم الذي تقرأه عليه. والكتب كثيرة ولله الحمد، المدرس الذي تقرأ عليه يختار لك ما يناسب.